عمي فيصل، أنا وكيلة نفسي وما أريد وكيل. خالو شنو الحل؟ أشو هذا الشيخ ده يتحجج بسالفة الوكيل، والشيخ اللي قبله الظاهر حالف يمين ما يتزوج اثنين بين طائفة مختلفة. يصير خير خالي، الله كريم، ما تضيج إلا تفرج. وقفتنا بالشارع خطر، خلي نروح البيت. يلا يلا وليد، يلا يا أخي. يلا حبيب تمشي. السلام عليكم. السلام. ما رح نتزوج غير بالمحكمة، هذا قراري. يا بنتي انتي سبعية وما ينخاف عليك، دي صبر شوية، الله كريم. عمو خلص، نحن أخذنا قرارنا، تحملني هاي الليلة بس، اعتبرني ضيفة عندك، وباكر من الصبح نحن رايحين لبغداد. سير. موسى أبوك زعلان عليك ودا يسأل عنك كل شهور. بابا أنا لازم أترك البيت، خلص أنا طرت. بعدين هو أول تالي راح يعرف أنا دا أشتغل ويا أبو سطام، وما راح يقبل أجر بيت وحدي. بيت وحدك؟ شنو؟ لازم حضرتك تريد تتزوج؟ أتزوج؟ أخاف أنت تريد تتزوج. شنو؟ جديات، إذا تريد تتزوج بس أشر جهازك كله على حسابي، فلوس مثل التمن، لك مثل التمن، يومية بيع 10 20 30 رشاشة ورصاص واربيجيات، كل شي عندي. أخ لو توقع بيدي دبابة، كان طرت. بعدين قل له لأبوك، قول له يابا احنا كبرنا وطرنا مثل طيور القطر اللي كنا نشوفها على دجلة. الله، دجلة، الله على ذيك الأيام الحلوة. الله راح ألحقك لآخر الدنيا حتى أنا أقول لك إيش قد أحبك. لآخر الدنيا؟ وانت هربت من بغداد بدون حد ما تقول لي؟ أنا هربت من خوفي، ربط وقلبه يتقطع، مو يوم يفكر أفكر بأنه أنا ما أستاهلك. كافي، لا تحجي، كفيني أنك تحبني. أنا مليت من إحساسي واني وحيدة، خفت أفقدك وضيعك وضيع. وعدني أنك ما تتركني ولا لحظة للموت، وعدني الموت سوية إذا متنا. لا 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 لا، ماكو موت، أوعدك لازم نعيش. وهذا صوت الرصاص اللي سمعيه، لازم يجي يوم ويسكت، ولازم احنا نعيش. سامي، نعم بابا. تعرف وين ممكن يكون أخوك؟ أي أعرف. طيب ابني، أخذني عليه. ما أقدر، بس إذا تريد أنا أروح عليه أحكي وياه وأتفاهم وياه وأخليه يرجع للبيت، شو تقول؟ بابا الله يخليك افهمني. أنت بيش يهمك موسى منين يجيب فلوس؟ هسا هاي مو كل الناس ده تجيها فلوس؟
يعني بس احنا حرام نبقى عايشين بالحاجة والفقر؟ بابا صدقني ترى موسى صح، يعني انا ابقى طول عمري اخدم مع الناس وامسح ميوزة بمحل مال قاص؟ هي هاي الاخلاق الجديدة تسرق تنهب وتقتل على مود الفلوس؟ ابني ابني احنا كنا عايشين بخير، لكن الظروف والزمن اللي جرى علينا، بس عشنا بكرامة، وحتى ما نسرق وما نقتل وما نخون. لا تقسى على الولد. شيرين شيرين هني ما كنت أصدق بأي شيء، كل شيء دا ينهار، كل شيء، مو بس الحجر، البشر قاعد دا ينهار ويتدمر. Your license. Press. Open. سولف. والله رايدين فد 20 رشاشة و200 رمانة. يابا موجودين وصار لين يومين وانتظرناكم. جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين. حلو. شوف التسليم بالخمسة العصر على الشط. ماشي؟ صار معنا. الله وياك. مالا. الو، مع السلامة. مفيش حاجة، كنت بدور على اسم. لا تجيبني تطلعي لحالك. الاشتباكات خلاص خلصت. الو. ايه يا ناهد، يعني ما بعتلي الصور من اشتباكات النهارده؟ معلش ما لحقناش نصور. ايه يا ناهد، مال صوتك مش عاجبني، في حاجة؟ لا لا مفيش حاجة، انا كويسة. عموما انا هبعتلك شبابنا بتوع دبي الاسبوع اللي جاي. لا مفيش داعي تبعت حد، انا مش هسيب بغداد، وبعدين عندي للشغل كتير لسه ما خلصتوش. يا بنتي اسمعي الكلام مره واحده بس في حياتك، ما تنزلي خدي اجازه واستريحي. ما تقلقش عليا انا كويس بجد، ما تقلقش. انا زي شفتك، لان ما ده شفتك من البيت. انا تركت البيت. خير؟ اكو شيء؟ ما راح تحضر خطبتي؟ خطبتك؟ ايه أنا سليمان جاي يخطبني وراح نتزوج فورا، قوم روح وياي البيت. ما اروح للبيت، انا تركت البيت. واذا تحتاجين اي شيء اي شيء، سامي يعرف طريقي ويندلني كل زين. ها شو اخليها مصرف مال زواج مدري ايش. شنو فلوس مصاريف تحتاجين؟ من لك هاي الفلوس؟ بابا مو دا اشتغل اني، لازمي الفلوس اخذيهن. انا اروح. هاي دشان المدللة، هاي احلى وحده بالعالم كله. ويا ويلك اذا تضوجها.
سل علينا يعرفوني. خوش مبروك. يلا مع السلامة. هاي شبيك؟ خفت؟ هذا موسى أصغر واحد بينا، ما تتذكره؟ لا أتذكره. وبعدين ليش أخاف وياه؟ شو حداني؟ أقول لك هو شو يشتغل هسه؟ تجارة التلفزيونات، هو يقول هيك. ميلان بين تجارة التلفزيونات. على العموم حبيبتي أنا ما راح أروح وياك البيت. بعد وين تروح؟ أروح يم صديقي فراس. وأنت بالليل احكي ويا أهلك حتى أجيك ونخلص الأمور. لعد هذا الحقير لا تروح، قوم امشي وياه. والله حرام، والله حرام، ظلم هاي. هنا من المنطقة؟ اي هذا بيتي ما يخلونا افوت بي. هم بيعتقلوا مين؟ واحد مستأجر بهالمنطقة وهرب، وهذول الناس آمنين ما عندهم شيء يشوفه. No pictures! Please listen to me. We'll announce the arrest of a terrorist cell in 2 hours. Meanwhile, please stay clear for your own safety. وننتقل مباشرة إلى مراسلتنا في بغداد رشا بهاء الدين. تفضلي رشا، ما جديدك؟ رجال تقول عنهم المصادر الأمريكية بأنهم إرهابيون، بينما أهالي منطقتهم يقولون بأنهم أناس بسطاء لا ناقة لهم ولا جمل. ونحن مع الأسف لم نستطع أن نتحدث إلى أي أحد للتأكد من صحة ما قيل بأن شخصية مهمة مقاومة للأمريكيين من بين المعتقلين. رشا بهاء الدين. شكرا لك رشا على هذه المتابعة، وأرجو أن تبقي حريصة على نفسك. كانت معكم وعلى الهواء مباشرة مراسلتنا من بغداد رشا بهاء الدين. قول له لسه هذاك ذولا ناقصين $1000. إن شاء الله جيب لك الباقي المكتبة. حلوة مال مكتبة. يلا في مال. لا يوم شبيج يريد ينام عندنا؟ ما له واحد هنا، وين يريد يروح؟ باكر رايحين نكتب كتابنا ونستأجر بيت، واني ما اريد ارس. بابا باكر راح نروح للمحكمة ونكتب كتابنا. محكمة؟ اي بابا لا تقلق علينا، نحن مضبطين امورنا. بنتي انتوا ليش قاعد تتصرفون وكأنه ما عندكم اهل؟ يلا عمان ترخص. وين تروح ابني؟ عندك احد ببغداد؟ اروح يم صديقي فراس. لا انت فراس ما تروح. تلشام قوم سوي لنا شاي مهيل. يلا بنتي. اي على عيني. ابني انس، المهم انتم تتفقون واحنا ما عندنا. انتم بعدكم شباب والدنيا كلها قدامكم. وين بدك نرجع نعيش؟ أنا مش عايزة أسيب أهلي. ما ضروري، ممكن نشوف أي بيت نعيش فيه، أو إذا بتحبي نرجع نعيش ببيت أخته لخالد. بأي صفة؟ نتزوج مثل كل الناس ونعتبر إنه بغداد مدينتنا وخلص. نتجوز؟
يعني انت ليش مستغربة؟ حتى لو رجعنا القاهرة أو شيء أنا أعصابي تعبانة أكثر منك، واحد منا لازم يقود القصة للنهاية، بدي قرارك النهائي بكل الأمور. وإذا بدنا نسافر وإمتى؟ أنا ما عندي استعداد استنى لحتى يبعثوا حدا من المحطة، أنا نازل لتحت. التركي يشرب مش عنده يعمل، برأس أمك خليه، اليوم خمر وغدا أمر. طيب إذا بتحبني خلص. شو هي بحبك؟ قصدي يعني ما طول عمرك عم تشككي بقى وطفي، كأني خاين ومفروض أقدم دليل براءتي كل مرة. ليه ما بتصدق إني بحبك؟ شريف ليه خايفة من الحب؟ شريف مين قال لك إني رح بطل حبك بس تخلص الحرب؟ مين قال لك؟ خلص حاج بكفي، ليش عم تتعامل معي هيك؟ من أول علاقتنا وأنت واقفة على الضفة غرقتيني وأنت عم تتفرج علي. ما قلي لي شو بدك مني حتى أعرف شو لازم أعمل. ما بدي شي، أنت حر. رشا شوفي، بتخبر شريف إنه خلص كل شي بيني وبينه انتهى، وبلغ علاء إنه بدي أرجع على القاهرة فورا. يبدو انه النصص كلها خربانه. انس جهزت لك سرير موسى تنام عليه. يلا تصبحون على خير. وانت من اهل تصبحين على خير. بدي شوف ابني انس، احنا ربينا دلشان مثل ما امنا بالعراق، عراق بدون طوائف، عراق واحد لكل العراقيين، مسيحيين ومسلمين، شيعة وسنة، عرب وأكراد وتركمان وآشوريين وصابئة. وأمهم ربتنا شكل عمهم، بس الواقع شي ثاني. 5 سنين بالجامعة وإحنا بوهم. وآخر شي، أول سؤال يسألولك إياه، أنت شنو؟ لما تريد تتزوج يسألوك، ولما تريد تشتغل يسألوك، وحتى لما تموت هم راح يسألوك عمو. عمو بصراحة أنا أشوف له لو نهاجر أنا ودلشان ونترك كل شيء هواي أحسن. وين تهاجر ابني وين؟ حتى الهجرة يراد لها فلوس. على كل حال ابني خذ راحتك، انت صرت واحد من العائله. تفضل ابني. تصبح على خير. تصبح على خير. يمكن انا بخاف من الحب، ايه، ويمكن انا متردده، بس ما بحق له، ما بحق له ابدا يتعامل معي هيك. خلص بكفي، بديش حدا يأذي روحي. طب هيدي بس عشان تعرفي تشرحي لي ايه اللي حصل لك بالضبط. ما صار شيء، عن جد ما صار شيء، خلص ما صار شيء. بتعرفي نهايت كل شيء عم فكر فيه هلا اني اروح على غرفتي واشرب فنجان قهوه مع اهلي. هم الناس اللي بحبوني، بحبوني كيف ما أنا هيك، بديش أكتر من هيك. عن جد خلص تعبت، تعبت وأعصابي تعبت. من سمعك، احنا كلنا أعصابنا تعبين.
بس شيف عنده حق. هذا رأيك؟ ده رأيي من زمان. أنا بصراحة مستغربك، ما بتخافيش من الحرب ولا بتخافي من الحرب؟ يا ستي اللي ما ماتش في الحرب أكيد مش هيموت من الحب. أرجع على بالي أطلع من العراق وروح لمحل ما حدا يعرفني فيه. ما حدا مفتاحك يا محمد. وصل على فرنسا ومسح نهائيا ذاكرته العربية. محمد بالعكس، مشكلته بذاكرته، أنا بحسه كأنه ما طلع من تونس لهلا. سمعته كيف بيغني أغاني مثل ولد صغير، يبدو طفولتنا رح تضل تلحقنا وين ما نروح. أحلى شيء بحياتنا طفولتنا، بس شو ذنبي أنا أعيش كل هالشيزوفرينيا؟ إنه نص فرنساوي، نص لبناني، ربع فينيقي، ربع عربي، ربع أوروبي، وربع رابع ما بعرفين أنا. أحسن لك، شو بدك أريح من هيك؟ شو ذنبي أنا بكل الرجال اللي حبتهم رشا قبلي؟ محمد قوم يا خيي. شو؟ قوم. يا السلام عليكم. عفوا اخي، ماكو حد هنا يشتغل بالمحكمة؟ والله المحاكم معطلة. طيب احنا نريد نزوج هالبنت وهالشاب. شوفوا لكم شيء اخي يكتب الكتاب الى ان الله يفرجها. الف رحمة على اهلك. نلقانا هنا شيخ يكتب لنا الكتاب؟ تكتبون الكتاب والوضع مثل هذا؟ ما تشوفون؟ يكتب الكتاب وعلى شنو؟ كل شي مباك، كل شي راح. يلا بنتي يلا، خلينا نشوف لنا غير حل. شو اللي عم يصير؟ أنا ما بعرفك. ما عم تقدري تكوني واضحة. محتاجة وقت عشان نرجع كل نهدي اللي انت عايزه. نيجي انا كنت لوحدي وانت كنت بعيد. محتاجة وقت. انا مشتاق تحبيني مثل ما انا بحبك ببساطة. وانا كان نفسي اول مرة اتعرف عليك هنا في بغداد عشان اقدر اكتشفك من جديد. أنا كمان، أنا بتمنى كنت لو تعرفت عليك ببغداد ما كنت تفاجأت. بحبك، بس مشكلتنا ذكرتني. بالعكس، أنا رأيي
ذاكرتنا هي اللي عم تنقصنا، وإلا ما كنا قدرنا نعيش. لحد كل مشكلة ممكن. أي واحد يقدر يسوي لكم الكتاب. كاظم أنت زوجهم، الضرورة عم تبيح المحظورات. لا سرقوا، لا لا، ما مضطرين لهالدرجة. خلونا نشوف شيخ عباس لين ما عدنا غيره. لازم يسوون عرس كبير أفرح بيه أريد، وأنا مستعد أحجز لكم أي مطعم. إيش ده تسوي؟ وهاي هدية، هدية الزواج. يعني يصير زواج بلا هدية؟ شكرا، عشان رايدة تشهد على عرسي. يا ريت. يلا يلا كاظم دا ينتظركم. يلا يلا يلا. بنتي انتظروني هنا الى ان اشوف الشيخ عباس واجي. ماشي ماشي. يلا بنتي يلا. يا الله ان شاء الله تعتبر انه هذا مقضي، وهاي الشغلات اللي قلت لك عليها انت تسويها، وقدر المستطاع انه بدون اي مشاكل بدون اي شيء، واذا صار لك اي خلاف ممكن تراجعني، وان شاء الله ما يكون الا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابني. تفضل يا اخي، من حضرتك؟ انا كاظم كمال. ما عرفتني مولانا؟ عرفتك كاظم، تفضل. ايش رايد؟ الحقيقه مولانا انا اريد ازوج بنتي. نعم. بس ما حد يقبل يكتب لها الكتاب. ومن اللي تتزوجها؟ مولانا بنتي اريد ازوجها على شاب اسمه أنس. أوقف يا كاظم، دور على شيء غيري. الوضع هالأيام غير مناسب، وما راح تلقى أحد يكتب لك كتاب. لازم ألاقي، لازم ألاقي مولانا، لازم ألاقي يا مولانا، حتى أبقى مؤمن بالله وبالإسلام وبالعراق. ايش بيها الناس؟ احنا شو مسوين؟ كل اللي اريد يتزوج على سنة الله ورسوله. اصبري يا بنتي، اصبري اصبري، وخلي يكون خلقك طويل. خلاص بابا، يكفيك اهانات بسببه، احنا ندبر امورنا. Première fois que je tombe dans les pommes. Oui, mais ça n'a rien à voir, là, on est en guerre. Faites dites. Il y en a marre de la guerre, je suis saturé. Catherine, envoie-la à l'agence, je veux préparer mon départ. On est tous en train de péter les plombs, là. J'arrive à partir au Caire. بالعافية. إيه ما قلتوا لي، إيش راح تسوون؟ والله يا سامي قررنا إحنا نكتب الكتاب وحدنا، والله خير الشاهدين. شايفين كل الخير ومبروكين، وهذا اللي تسووه هو عين العقل. يلا أنا تسمحوا لي، شو راح أجيب لكم معون قص؟ مشتغلة بإيدي هاي، يخبل. يلا جوعان. مو ثواني. فعلا شي يضحك. قصدك يبكي؟ لا يضحك. الناس دا تموت كل لحظة، واحنا ندور على حد يزوجنا.
حبيبتي ماكو غير حل، بس أنا أقول لو نهاجر. نهاجر؟ شلون؟ قل لي بأي صفة. إحنا هسه بنظر الناس كفار، يمكن أهلي مرخيين حبلهم شوي علي لأنهم يريدون يزوجوني إليك. حبيبتي أحلى شي بالدنيا واحد يكون عنده حبيبة مثل دلشان، يكون عنده عم مثل كاظم، هو نسيب مثل هذا. يلا كله بالعافية. عافية بالعافية. حبيبتي أحس إنه إحنا صرنا غرباء ببغداد. يا ريتنا غرباء ببغداد، كنا عشنا شلون مريت، ما حد إلا دخل بينا، ما حد يجي بطريقنا. المهم هسه ايش راح نسوي؟ ما أعرف. مو أنت الرجال المفروض إني أطيعك؟ يلا أكل. خلاص مصممين تتجوزوا النهاردة؟ ايه مصممين، لازم اليوم. انا راح ازوجكم. هتجوزهم ازاي؟ انا راح اتصرف، تجي معنا؟ طبعا، هي حاجة زي كده تقدر تفوتني؟ لحظة بس. الو؟ ايوه علاء، انا مضطر اطلع برا الاوتيل، خلي رشا تغطي المؤتمر، اذا بدكم خدوه على الهواء. ما بقدرش اقول لك يا راجل، ما في ولا مراسل يبي يروح بغداد، شو اسوي يعني؟ كي مع مكتبنا بدبي في شباب عراقيين كتير، ما في قدامنا غير هذا الحل. طيب يلا مع السلامة. يلا معك، يلا قوموا معي. ناجي. أهلين رشا. أهلا فيك. شفت لي شريف؟ بيكون عم يجهز للمؤتمر، أنا حكيت مع علاء قلت له رشا راح تغطي، وشوفوا إذا في إمكانية تاخذوه على الهواء. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. احنا واجبنا نزوجكم، اتفضل يا شيخ عمر. البركة بيك يا شيخ حسين، انت خطك احلى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. رأيتي يا بنتي؟ على بركة الله. وانت استاذ ناجي، شو كنت منك كتابك على سيد ناهد؟ يا ريت والله يا شيخ، بتمنى ايدي بزن نارك. الشيخ عمر مش هيرضى يجوز واحد عايز يسيب مراته هنا في بغداد وهو يطلع القاهرة. الاصل يا بنتي المرة تلحق زوجها. حتى هنا غلبتني. من وكيلك بنتي؟ أنا وكيلة. والنعم. إيه، الشيخ عمر وكيلي، وأني متقدمي دينار ومتأخري هم دينار. بنت أصل. إيه والله بنت أصل. بنت أصل. محمد كيفك؟ وينه شريف؟ شريف في إجازة طويلة، مش يسافر، مش على باريس، مش يمشي القاهرة. طب بتعرف وينه هلا؟ طب والله ما نعرف. باي. يعطيك العافية. افتكرت ما عاد بدك تحكي معي. يا ريت في ما حكيك. هلا إذا ما بدك تحكيني أنت حرة. إذا بدي أحبك أكثر. صراحة أنا ما في ساعدك، ما بعرف إذا أنت فيك تساعديني. رشا اللي من الصبح عم ببرم بشوارع بغداد عم بحاول لي أشوفك. طيب ليه نحن ما بنعرف نحب بعض؟
ليه بنكره السعادة؟ ما بعرف، أنا عم فكر روح. قررت تسافر؟ عم فكر نسافر. لوين؟ على القاهرة، بركي بفهمك أحسن. عن جد بتحبني؟ أكثر ما بتتصوري. هلا بموسى. سويت اللي وصيتني عليه. عافيه عافيه بالسبع. تعال تعال، صاير زلمه مضبوط يا بي. تفضل يا غاتي. هاي شنو استاذي؟ تروح هسه قبل للبيت ركض، لان اخوك سامي لقيته عشر كان جاي عليك وما لقاك، قال ضروري اليوم يجي للبيت لان اليوم العرس مال اخته دلشان. شايفين كل الخير غاتي. وهاي تحية خاصة الدلشان والزوج هالمحترم. حلوة. يلا يسر. ما لا ما لا، سلم لي على البيت كله.